شافوا بأنه الموهوبات في المرحلة الابتدائية لهم مفهوم ذات إيجابي وعندهم تحكم داخلي أعلى من الفتيات غير الموهوبات، وأيضا نجاحهم متمشي مع شعور إيجابي بالذات ومشعور ومشاعر بالتحكم. وأيضا لكن لم يكن هناك فروق بين الأولاد الموهوبين وغير الموهوبين في مفهوم الذات أو موضوع التحكم. وأيضا نشوف بأنه هناك الكثير من الدراسات اللي أجريت يعني في برنامج الصيفي للرياضيات والحاسبات والأعمال الهندسية، فشافوا بأنه تم تصنيف الإجابات من حيث إن كونها إيجابية أو سلبية فردية أو اجتماعية، وظهرت المتفوقين عقليا درجات عالية واتقان التنافس والبراعة، وأيضا نشوف رضا عن النفس، شعور بالسعادة والفخر. ونشوف لكن أكو بعض الصفات الفردية اللي تتمثل تتضمن الابتعاد عن الشعور بالاختلاف أو الارتباك، الخضوع، الضجر، وبعض الفوائد الاجتماعية الإيجابية.